في ذلك اليوم غرقت نابلس مرة أخرى في حالة من الحزن والغضب. تنتظر هذه المدينة الكبيرة الواقعة شمال الضفة الغربية عودة 3 جثث لمقاتلين فلسطينيين قتلوا أثناء مهاجمة جنود إسرائيليين قبل شهرين. ومن بين الحشد الصامت يبرز رجال مسلحون جاءوا لتكريم أطفال البلاد 3 الذين لم يتجاوزوا 20 من العمر. إنهم 3 أبطال لهذا الشباب المتحمس. ينتمي المقاتلون 3 إلى مجموعة مسلحة جديدة أسست هنا في نابلس في آب أغسطس 2022، عرين الأسود. ودي حكاها العرين باقي وسوف يتمد، ومش بس بنابلس، العرين بجنين بطول كرم برام الله بالخليل وبالداخل فلسطين. في عرين العرين مش بس بنابلس، العرين بكل فلسطين. عرين الأسود هي الفصيلة الوعيد اللي قاتلت بس عشان ترفع سبيل كلمة لا إله إلا الله فوق. إحنا لا بنتبع لأي فصيل، لا حماس ولا فتح ولا جهاد ولا شبهة، إحنا بنقاتل بس لا إله إلا الله ترفع لفوق. مقاتلو عرين الأسود يحفزون الشباب الفلسطيني، وبسبب ارتباطهم بالدعاية التي تقوم بها الجماعة المسلحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي يكرر المراهقون شعاراتها وتهديداتها. مقاتلو عرين الأسود هم موضوع جماعة حقيقية في نابلس، وتغطي صورهم أسوار البلدة القديمة كافة معقل الحركة. كما تم تخصيص نصب تذكاري صغير لهم مع صور الشهداء وزيهم الرسمي وزجاجات العطور التي تحمل صورهم. وفي محلات الحلاقة في الحي يقوم الشبان بقص لحاهم مثل أبطال عرين الأسود. الله إشي لحية شهادة، منشان هيك منشان هاي الأمور لازم الكل يكون مع الجميع، يعني يد واحدة تكون البلد منشان هذا الموضوع. بزبطش نترك أولادنا منتقتلوا، أخوتنا يتقتلوا ونطلع عليهم، بزبطش هذا الحكي. لازم نكون نعمل خليات إحنا عشان يضلهم يخافوا يفوتوا هاي البلد. لقد بثت عرين الأسود حياة جديدة في النضال ضد الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية. الجماعة المسلحة تزيد من هجماتها ضد جنود الجيش الإسرائيلي وسكان المستوطنات اليهودية، مما يؤدي إلى ظهور مجموعات مسلحة أخرى أو أفراد معزولين. أصبحت الطرق في المنطقة محفوفة بالأخطار مرة أخرى بالنسبة للمستوطنين، وتحديداً معبر حوارة في ضواحي نابلس. لا أستطيع إحصاء عدد المرات التي مررت فيها بحوارة لأنها في طريقي إلى المنزل. هناك حوادث طوال الوقت مثل رشق الحجارة، تلقى سهر الحجارة، وتلقت أخت زوج الحجارة، ومنذ وقت ليس ببعيد سمح شخص ما لعربي بالعبور وأطلق العربي النار عليه في الزجاج الأمامي، ولحسن الحظ كان قادراً على الرد بسلاحه. لكن منذ هذه القصة لا أسمح لأي شخص بالعبور، لا شخصاً كبيراً أو طفلاً. ولتأمين حوار نشر الجيش الإسرائيلي عشرات الجنود في البلدة، يقومون بدوريات في الشوارع ويتخذون مواقعهم على أسطح المنازل دون التمكن من وقف الهجمات. عملية ضخم وناو السيارة الداخل. وفي فبراير شباط قتل شابان إسرائيليان يبلغان من العمر 20 و22 عاما، وهما شقيقان، قتلا على يد فلسطيني مسلح أثناء عبور حوار. أثار الهجوم مشاعر هائلة في إسرائيل، وحضر دفنهم في المقبرة العسكرية الوطنية في جبل هيرتزل في القدس آلاف عدة من الأشخاص بينهم وزراء ونواب وممثل عن مستوطني الضفة الغربية.
جاءت الضحيتان من مرتفعات نابلس حيث يعيش شبان من التلال، وحضر الكثير منهم إلى الجنازة. المراهقون المتدينون قوميون بشدة وعنيفون في بعض الأحيان. ورداً على اغتيال الأخوين، قاد المئات منهم حملة عقابية ضد حوارة في مكان الهجوم. شان الله يا شباب، شان الله. لقد اجتاحوا المدينة وأرهبوا السكان وأحرقوا عشرات السيارات والمباني السكنية. هذه المواطنة من حوارة التي اعتادت على الهجمات على التلال الصغيرة لم تشهد مثل هذه الموجة من العنف من قبل. طبعاً ما كناش متوقعين رح يصير اللي صار. نزلوا المستوطنين، أول شيء بلشوا تكسير شبابيك، فحكينا طبيعي إنه كل مرة بيكسروا في الشبابيك، ما بقدر أحدد لك، بس إنه ملان كثير مش شوي، وبالفيديوهات ببينوا كلياتهم. طبعاً بحماية الجيش، الجيش بحمي فيهم، كان رايح جاع بينهم وعادي، يعني هاي الساحة والميدان اعملوا اللي بدكم إياه. حوارة هي مركز الصراع الإقليمي والديني في قلب تلال الضفة الغربية. ومن ناحية نابلس، المدينة الثانية للسلطة الفلسطينية التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، معظمهم من المسلمين. ومن ناحية أخرى، هناك عدد قليل من المستوطنات الإسرائيلية التي تؤوي بضع عشرات الآلاف من اليهود المشبعين بأيديولوجية إسرائيل الكبرى، مثل نومي وزوجها اللذين لا يفهمان عجز جيشهم عن وقف الهجمات. غضبنا يأتي بشكل أساسي من حقيقة أن جيشنا لديه القدرة على فعل المزيد، لكنه لا يفعل ما يكفي. نحن أقوى بكثير منهم، لدينا الدبابات والموارد، رغم ذلك يستمرون في إطلاق النار علينا والهرب. ومع ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة، وهي تتعقبهم في معاقلهم، أحياء اللاجئين في شمال الضفة الغربية مثل بلاطة أو في مدينة نابلس القديمة. وللدخول إلى هذه المنطقة المحظورة الآن على السياح من قبل مقاتلي عرين الأسود، يستخدم الجيش الإسرائيلي عملاء سريين. هؤلاء الجنود الذين صورتهم كاميرات المراقبة متنكرون في زي مدنيين فلسطينيين نساء ورجالا، تمكنوا من التقدم من دون إثارة الشكوك في الشوارع الضيقة للمدينة القديمة. ينضم إليهم فريق آخر متنكر في زي عمال النظافة. يجد الكوماندوز نفسه على سطح الحي. صعدوا للمنزل الخاص في اللي نحن متواجدين على سطحه، طلعوا على الحيط، تمركزوا هون على ظهر السطح، صاروا يرفعوا بعض عن من خلال هذا التانك، طلعوا على السطح هذا، تم تغيير ملابسهم العربية وارتدوا ملابس عسكرية وتم وضع الخوذ على رؤوسهم. وخلال هذه العملية قتل الجيش الإسرائيلي 3 نشطاء من عرين الأسود، من بينهم شقيق هذه المرأة سهيلة داود. الله يتقبلهم. وأخيراً حصل على ما أراد، أراد أن يصبح شهيداً، وكان يقولها دائماً: أريد أن أكون شهيداً مثل الآخرين. اثنان من الرجال الثلاثة الذين أطلقا الرصاص كانا مسؤولين عن مقتل 3 نساء إسرائيليات على طريق في الضفة الغربية، أما الثالث فقد اختبأ في هذا المنزل 4 أسابيع حتى اقتحمه الجنود. هنا كان القرآن الكريم، كان يقرأ القرآن كما ترون. كانوا يعيشون هنا في منزل فارغ، لم يكن لديهم سوى فراشين، قتلوا بالصواريخ على يد الجبناء، اليهود جبناء. كانوا يطلقون النار من هناك. نعم، لقد قتلوا، لكنهم كانوا ينتقمون فقط لأشخاص آخرين. بدأ اليهود، ثم انتقم مقاتلو عرين الأسود. إنها الحرب، إذا قتلتني فسأقتلك. قلنا إنه يمكننا العيش معهم، لكنهم لا يريدون ذلك،
يريدون أن نصبح شعباً بلا أرض، إنهم بحاجة إلى الأرض. يقولون إن الأرض ملك لهم، ليس لدينا الحق في العيش هنا، ونقول لأنفسنا هذا هو وطننا. صراع شرس من أجل الأرض لكل تلة في الضفة الغربية، ولتشجيع حكومتهم على تسريع عملية الاستعمار، يقوم شبان التلال بزيادة مستوطناتهم في وسط المناطق الفلسطينية، ويقومون بإنشاء بؤر استيطانية صغيرة على نقاط استراتيجية، المخيمات غير القانونية التي يتم تدميرها باستمرار من قبل الجيش الإسرائيلي. الآن بسببكم يشعر العرب بالقوة، إنهم يعرفون أنكم تدمرون جميع مستوطناتنا وتضرون بأمن هذه المنطقة. نحن نحاول جلب اليهود إلى هنا وأنتم تفككوننا، يا للخسارة. هذا النوع من التدخل لا يثير إعجاب شبان التلال، وحالما غادر الجيش أعادوا بناء موقعهم الاستيطاني حجراً حجراً. نحن في موقع استراتيجي هنا ونراقب طرق المرور، وبفضل هذا هناك عدد أقل من رمي الحجارة. كلما زاد عدد اليهود على الأرض أصبح من الصعب إيذاؤهم. مع قطعانهم من الأغنام ومبانيهم العشوائية، يعتزم شبان التلال احتلال الأرض، مما يعيق تنمية المجتمعات الفلسطينية المحيطة. يتلقى شبان التلال الدعم من البالغين في المنطقة، وقبل حلول الظلام تأتي هؤلاء النساء لإحضار الطعام والبطانيات لهم. خذ هذا وهذه وسادة لتنام مرتاحاً. وبفضل المثابرة ينتهي الأمر بشبان التلال إلى الحصول على قوننة بؤرهم الاستيطانية. خلال حرب التلال هذه يمتزج الدين بالقومية بشكل لا ينفصل، صراع في ظل بطاركة الكتاب المقدس. في حوالي الساعة الواحدة صباحاً يتجمع آلاف الإسرائيليين اليهود الأرثوذكس باتجاه نابلس. إنهم يتوجهون في حافلات مصفحة إلى البلدة الفلسطينية لزيارة قبر يوسف. يوسف البار معروف في الكتاب المقدس بأنه حافظ العهد، وهذا مذكور كثيراً في الكتاب. في كل مرة آتي إلى هنا أشعر بمشاعر عظيمة، لدي قشعريرة في جميع أنحاء جسدي. تدخل الحافلات إلى نابلس برفقة سيارة عسكرية، تصطف المركبات المدرعة على طول الطريق، وتم وضع المدينة تحت حظر التجوال. لو دخلنا هنا في وضح النهار فلن نخرج أحياء، هذا أمر مؤكد. كل الفلسطينيين هنا، بحمد القدير يرافقنا الجيش مرة واحدة في الشهر ويسمح لنا بالدخول إلى هنا بأمان. طوال الليل يسير الحجاج عبر قبر يوسف للصلاة والرقص. شبان التلال يوفرون الأمن، وتستمر حرب التلال في المدينة المقدسة. في شهر مايو سيحتفل الإسرائيليون باحتلال القدس الشرقية وضمها في عام 1967.
وهذه هي المناسبة لاستعراض القوة من قبل الشبان القوميين الذين يستعرضون في الحي العربي في المدينة القديمة إلى جانب إيتمار بنغفير الوزير اليميني المتطرف. خوفاً من العنف يغلق التجار الفلسطينيون متاجرهم. الشرطة تغلق شوارع الحي العربي وتبقي المتظاهرين على مسافة آمنة. حظر رسمي على عرض الرمز الوطني الفلسطيني. لا يريدون سماع صوتنا. أترى يريدون السيطرة على المدينة وأخبروا العالم أنها ملكهم وأنها عاصمتهم، لكنهم لو تمكنوا من السيطرة لما احتاجوا إلى هذه الأسلحة و3000 جندي لحماية المسيرة. ليس لدينا أي أسلحة، نحن نقول فقط إننا هنا، نحن من القدس، نحن فلسطينيون، علينا أن نبقى هنا ولن نغادر أبداً. برفقة الشرطة الإسرائيلية يتم تسلق أعلى ساحة المساجد جبل الهيكل لليهود. رافائيل موريس الشخصية التاريخية لشبان التلال يقف في طليعة النضال من أجل إعادة بناء هيكل القدس. ما يحدث في جبل الهيكل يؤثر بشكل مباشر على ما يحدث في التلال والعكس صحيح، وفي النهاية إنه الكفاح نفسه من أجل السيادة. إذا كان اليهود هم المالكين فيمكنهم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة والصلاة في جبل الهيكل من دون خوف، ولكن على العكس من ذلك إذا كانت هذه الأرض ليست ملكنا فلن يكون لدينا الحق في البناء في يهودا والسامرة ولا في تسلق جبل الهيكل. لقد أخفت حكومتنا دائما نواياها الحقيقية ولا تزال قائمة. أعتقد أنه من أجل حل هذا الصراع المستمر منذ ما يقرب من 100 عام يجب علينا أن نقول الحقيقة. نحن هنا لبناء دولة يهودية وبناء الهيكل وإسكان كل يهودا والسامرة، هذا هو الهدف. من سيفوز في حرب التلال؟ في حوارة ينفذ مسلحون وأفراد معزولون هجمات ضد إسرائيليين كل أسبوع تقريباً، ومع كل هجوم يتحدى شبان التلال الجنود للمطالبة بمزيد من القمع. عندما يريد شخص ما قتلك عليك القضاء عليه، وهذا طبيعي. إن العودة وقتلهم في نابلس لا يكفي، فهو مثل إزالة شوكة واحدة من شجرة صبار. نريد إجراءً مناسباً، شيئاً كبيراً. ولتأمين السفر إلى المستوطنات في مرتفعات نابلس تعمل السلطات على شق طريق يتجاوز حوارة، وعلى بعد بضعة كيلومترات من كفر قدوم كل يوم جمعة بعد الصلاة تتظاهر مجموعة من الوجهاء ضد الجيش الإسرائيلي. بعض الشبان يرشقون الجنود بالحجارة. هذا بكفي إنه الجندي لما يشوف الحجر اللي عليه بيتخبى. أنت شوف طلع جيش ثكنة عسكرية بجميع الأسلحة اللي بيمتلكها دولة إسرائيل، طلع متخبي وراء سور وراء درع بس من حجر. الشبان مثلهم مثل كبار السن يحملون القليل من الأوهام حول قدرة الفلسطينيين على فرض أنفسهم عسكرياً ضد إسرائيل أو على استئناف عملية السلام على نموذج اتفاقيات أوسلو الموقعة قبل نحو 30 عاماً. أمام كل هذا اللي بصير الآن هناك مساعي كبيرة جداً لتقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة، يعني بحاول أنه يبني تكتلات استيطانية صغيرة بين المستعمرات المقامة أصلاً على الأراضي المحتلة عام 1967 علشان يفصل جنوب الضفة الغربية عن وسط الضفة الغربية ووسط الضفة الغربية عن شمال الضفة الغربية. مش بس هيك، هو الآن في شمال الضفة الغربية يعمل على فصل نابلس عن جنين، عن طول كرم، عن قلقيلة، عن طوباس. يعني باختصار ما في أي أمل سياسي لتحقيق رؤية العالم بإقامة دولة مستقلة قابل للحياة متواصل جغرافياً على الحدود المحتلة عام 1967. لا تفهموا، لا تفهموا، لا تصوروا، لا تفهموا، لا تفهموا.
بعد التظاهرة يرتدي الأطفال زي المقاتلين ويلعبون حرب التلال. جيل جديد يستعد للدخول في دوامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني التي لا نهاية لها.